اي شباب نواصلوا في البارت 2 سبيسيال هذوك الالعاب اللي فريمون عندهم كشي يقولوا حنايا لا جوجل شريكي ويتش نيكست جينيريشن فور راندر. ندوهم ياسوم مع ديمون سولز ريميك خويا لعبة اللي شغل خرجت ديجا على البلاي ستيشن رقم 3 كانت هذاك الوقت شغل حصرية بصح من بعد داروا غير كيما ريميك على البي اس 5 من تطوير بلو بوينت جيمز شغل هادو سبيسياليست تاع لي ريميك. لعبة شريكي فري قوة من ناحية الرسومات يا سلام شوفوا برك هاد الجرافيك هذا والانيماسيون بيان سور عندكم دائما على البي اس 5 هذيك الاوبسيون هذيك تاع شغل مود بيرفورمانس باش اللعبة تمشي 60 اطار في ثانية ولا ريزولوشن 30 اطار تختار بكاع شغل لي زيفي وكاع لا لوميير فري شابة باش تعرفوا برك بلي بدات دائما سولز ريميك جو كاع تعاود من الديبي ماشي الريماستر كيما يطلعوا لهم ريزوليوشن بكري لا لا هذا عاودوا بناو كاع اللعبه من دارا وجديد وشغل اللي يستعمل بيان سور ديوال سانس تاع البي اس 5 فريمون مشروع هذا نجن وكان الجو هذا كاش يقولوا لعبه تاع اللي خرجت في تاريخ اصدار تاع البي اس 5 نروحو كيف كيف سولز واحد اخر هاد الخطره مع لورد اوف ذا فالن لعبه لي شغل فريمون شغل من ناحيه الجرافيك والرسومات فريمون تحبس لك راسك تستعمل انغين انجن 5 لكن كي خرجت اللعبه شويه الجيم بلاي شويه لا ستركتور تاع لو جو ما قاسوهاش. Ascend to Aureus my child. كانت شغل خاصية فريمون انتريسونت في هاد Lords of the Fallen كما نقولوا احنا كان عالمين كان شغل الضوء وكان اللي تينابل شريكي وانت عندك شغل واحد لومبا هكذا في يدك هكذا يا شغل تقدر تبدل بها العالم ديالك اون طون ريال ولا شغل تخبي ولا تبين شغل دي باساج اللي تقدر تروح لهم وكانت هادي فريمون خاصية ماشي نقولوا جديدة كي تمشي اون طون ريال ماشي بريكالكولي لي بوس شابين وواعرين كاين بزاف ديجا لي يشبهوا تاع الدن رين لكن لعبه كيما راكو تشوفوا معنا صح روندو نيكست جينيريشن اي ممبر دو لا ريزيستانس راتشيت اند كلانك ريفت ابارت حصرية بي اس 5 انعم اسيدي لعبة لي فريمون شباب بزاف كانت اول لعبة لي قصرت بها وكملتها شخصيا في البي اس 5 ديالي جو كيما راكو تشوفو فيترينا تكنولوجيا من الاخر شغل كيما نقولو حنايا ابجريد فريمون قوي بارابول لي راتشيت اند كلانك الاولين خاصة داك اللي خرج في 2016 اللي كان تري تري بون ريميك تاع الان خاصية راتشيت اند كلانك ريفت ابارت سي كو شغل يستعمل كيما نقولو حنايا الاس اس دي تاع البلاي ستيشن 5 وهي كانت اول مرة في لي كونسول دو سالون صحاب البي سي بالك موالفين بها لكن حنايا شغل كيش يقولو التلاميذ الجدد عندنا الاس اس دي معنا شغل لي شارجمون ما كاش براتيكمون كامل وتقدر تبدل العالم رابيدمون شغل هكذا تكليكي برك تسيب روحك في زون واحد اخرى وكانت هادي فريمون شغل عفسة شابة راتشيت اند كلانك ريفت ابارت خلينا ابار SSD شو كان يصلح العفسه واحد اخرى كان يشارجي بزاف لي دوني ولي داتا كيما راكو تشوفوا في هاد لي سيكونس كاين بزاف شغل لي زينمي والاعداء ولي بارتيكول سيستم لي طيروا في السما هادي كاع ناش والخاصيه نيكست جينيريشن نوصلوا دائما عند بي اس 5 هذا الخطره مع ريتيرنال يا سلام كيف حصريه واحده اخرى خدموها هاوس مارك الفيديو هذا خفيف وضريب شغل داروا لنا ان سوبر جو ان روغ لايت خويا هذا الجو هذا اللي شغل تصيب روحك الدور دون زي لوب ان تايم لوب هكذا شغل حاصل فيها تقعد غير الدور في لي نيفو هذوك اللي شغل يعاودوا يتبدلوا كيش يقولوا افيك جينيراسيون بروسيدورال اللي عيطوا لها
En tout cas, le jeu هذا, le look ديالو, l'esthétique, super شبابي, شباب bien sûr. Le Prometheus مثلا تاع Alien, كيف كيف طالي زانسبيري مع داك العالم. انا جو هذا كملته وبلاتينيتو, صح صعيب بالبزاف بصح هو قولك حاجة. والساوند 3D في لو جو هذايا كي تلعب بالكاسك البولس مثلا تسمع شغل الاعداء يجيوك من اللور ولا كي تيري هكذايا عباك انت توتسويت دير الداش ديالك شغل ليمي تقدر تغمض عينيك وتلعب ريتانل بصح كي توالف. توكا الجرافيك والرسومات سوبر شابين, لي زيفي سبيسيو رائعين, شغل لي بلان لا بلانيت هادية شغل اورغانيك بالبزاف, فيها واحد المضارب طري لومينو هكذا شغل راك تمشي هكذايا شغل عندك الحشيش هكذا في الارض يطلع هكذا وتشعل فيه الضو. يا خويا سوبر ستيلي على البي اس 5 ماشي بي سي. سنا خرج في البي سي كيف كيف فيرسيون اونكور بلو بوستي على لا بي اس 5. كم بارزار خويا نكملوا في الاسباس هاد خطره داك كاليستو بروتوكول شغل حبوا يقولوا باللي موفي لاف تاع ديد سبيس ما كاش كاع منها شريكي. داك كاليستو بروتوكول نقول لك حاجه اللي خدموه هما لي زونسيان بالي داروا لا تريلوجي تاع ديد سبيس عند فيسيرال جيمز. ومام هذاك واسمو سكوفيد شغل راح دار استوديو واحد اخر Striking Distance واسمو هكدايا عند كرافتون عند ليديتور وخدمو The Callisto Protocol اللي استقام كتر 162 مليون دولار وإيماجيني ما دخلش في دراهم وانا عم سيدي. En tout cas le jeu le look تاعو فري شباب. En plus عبالكم Callisto Protocol خرج في كاع المنصات معنتها Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series والبي سي وهكداك وشغل لو جو طوب جرافيك مو خويا عباك لي زيفي د لوميير الضو كيفاش يروح ويجي وهذوك لي زينمي كيفاش يجيوك شغل بي كيش يقولوا بطريقه مباخته يا خويا طوبيسيم. نورمالمون راح تكون اون سويت بصح حتى يشوفوا الى فريمون دخل في دراهمو في نهايه المطاف. اللعبة ما قبل الأخيرة اسمها The Last of Us Part 1 Remake نقولها ونعاودها. هاد الجو هذا صح خرج في 2013 على البلاي ستيشن رقم 3 وكان هذاك الوقت ديجا شغل ريفيرونس كان فيترين ما نقولوش على هذيك المنصة بصح لو جو كيعاودوا داروا له فيرسيون ريميك بارت 1 قال لك سي فري شغل علاش نوتي دوك يعاودوا يخلصونا شغل يخلصونا حنا يبوسيونا باش نخلصوا لعبة جديدة. خويا كي تلعب لاست اوف اس بارت 1 ريميك تفهم بزاف صوالح تفهم بلي شغل الانجين ديجا اللي خدموا به دو زادوا حسنوه لنوتي دوك انجين شايف كيفاش نقولوا حنايا محرك بروبريتير تاع سوني خاصه نوتي دوغ. جو نقول لك حاجه لي سينيماتيك بركه شوف اللقطات هادو تاع جوال مثلا ولا ايدي كيفاش هو الرياليزم في الوجه ديالو مام في اللعبه في اللعبه شو تلعب وتحرك عليك شغل الجرافيك تاعو والرومبي والتكستور ولا الديتاي لا نتي تاع ليماج ديالك كي تكون تمشي في واحد الغابة هكذا خفيفة شوف الرسمة شوف الرسمة شوف الضو هذاك الشجر شوية المال تحتهم شوف لي أعداء هذوك اللي تجيو تجيو موراك شي عيطوا كيفاش هما مخدومين في لي بليسير تاعهم يا خويا طاب طاب شريكي. Last of Us Part 1 ريميك يا خويا نكونسيه لكم بصح استناوا كي يخرج في لافونمون تاع البي اس بلس اكسترا ولا بريميوم تحت شريها ديريكت بلان بوش. اخر لعبه تاع الليست تاعنا اللي فريمون عندها روندو نيكست جينيريشن هي ستيلار بليد. نعم هذا الجو هذايا شغل مستعمل انغيل انجن 5 وكل كافسا شغل بالك بالكم على الديبي شغل جو انديبوندون لكن سوني شغل داروا كما نقولوا حنايا مدوا لي ريسورس فينونسيير باش يكومونديو اللعبه هاديه لي فريمون من ناحيه الجرافيك والرسومات سوبر شابه. داير كاين اون ديمو راهي متوفره على لو ستور باش تلعبوها حصريه بي اس 5 ما كان ني بي سي اللي يحزنوا باش نتفاهم. از ماي باتل ايفريون. دونك فوالا جماعه الخير هذه كانت فيديو بارتو تاع هادو لي جو اللي عندهم كيما نقولوا حنايا فيغورا شريكي لو لوك تاع روندو نيكست جينيريشن. بالك كاين لعبات واحد اخرين مادا بكم نتوما في التعاليق تعطيونا كالكو تيتر. تهلاو كان معكم شاف بو ليتس بلاي. سلام تشاو.
وما تنساوش تابوني ولا شين يوتيوب تاعنا ليس بلاي بوان اوفيسيال وتبروفيتيو من لي ديرنيير فيديو جيمينغ سينما و بوب كولتور.